لا بس كان في مدغشقر يعني قصدك ابونا كنت عارف انك هتترسم مثلا في مدغشقر تمشي مده وبعد كده هتسافر بره؟ لا خالص لا خالص. لكن فيما يبدو ان ده اللي كان في ذهن سيدنا. برضو انا ما اعرفش، الله اعلم يعني، لكن ده احساسي يعني. انه يعني اللغه وكده، ان المهجر ده هو طب الديستنيشن يعني. لو رجعنا الزمن تاني ابونا قبل طب السبت يا ابونا بعد ما حلقت عينك الصبح نزلت من البيت مش فاهم اتغديت في البيت؟ لا بلغوك ازاي يا ابونا بلغوني وكان طباعتك ايه؟ ابونا مخيل سعد، ابونا مخيل سعد بعت لي على المستشفى تلغراف، لقيت مدير المستشفى وكان دكتور بتاع امراض نساء وكان يعني شوية يعني، ففوجئت بيه لقيته بيقول لي تعالى. قلت له نعم. قال لي في تلغراف عجيب قوي جالك، وانا اسف ان انا فتحته وانا اضطريت ان انا ابص فيه، او يعني حصل ان انا بصيت فيه. فمسكت التلغراف وذهلت من لهجته. كان مكتوب فيه كده: احضر سريعا لمقابلة الرئاسة، القمص مخيل سعد. فبيقول لي ممكن تديني تفسير لكلمة الرئاسة دي؟ قلت له حماتي ملك. دي جديدة دي. فكان يوميا أن أبخون كان مرسوم في سوهاج، وكانت الدنيا هايجة على إيه؟ إن الأساقفة بيجيبوا لهم عربيات مرسيدس. كان إيه؟ في جو كده من ال، فانا كان عندي عربيه فيورا صغيره، فكنت ايه عمال المع فيها، كانت واقفه في حوش المستشفى. فلقيته بقى المدير ده معدي، هو طبعا فاهم يعني، فلقيته بيقول لي ايوه يا عم هتبقى مرسيدس قريب. قلت له يا ابويا 32 بس يا ابويا. قلت له عقبال سعادتك. قال لي لا انا لا. فين الغدا فين ابونا يوم قبل الرساله؟ لا هو نزل من الفكره يعني، كان موجود في البيت. كان موجود في البيت وبعدين نزل من البيت. طيب. نزل بالله على الساعة 6 مش كده يا ابونا ولا الساعة كام؟ افتكر دي نام الريست يا ابونا وكان تقفل وحش قوي. لا مش فاكرها الحكاية دي. مين سلم واتسك يا ابونا؟ ابونا صمويل. صمويل لما بشوف. ابونا صمويل لما بشوف. تفتكر يوم الرسامة يوم استلام الذبيحة ابونا؟ يوم 23 يناير. 23 ديسمبر. 23 ديسمبر. 23 ديسمبر عيد النصر. طب قدسك يا ابونا لما رجعت بعد الأربعين يوم ودخلت الكنيسه وشفت الاستقبال الرهيب ده، يمكن كانت اول مره الكنيسه تتملى بالعدد دوت يا ابونا، احساسك كان ايه يا ابونا؟ هو ما كانش يعرف. بعمل زي التايه يا عمي. صدقني انا حبيبي بعمل زي التايه. لا احنا بنحسها يا ابونا. انا افتكر قدسك في العظه قلت حاجه يمكن قدسك تفتكرها لوحدك. فكرني. لا مش هفكرك، قدسك تفتكرها. كنا بنتكلم على ال ايوه على صديق العريس. ايوه بالظبط. وكان الانجيل. طب يا ابونا نقول لقدسك حاجه ثانيه، حته السفر لما البابا بلغك بيها كنت عارف قبلها بمده؟ لا. ولا فجاه؟ هو الانبا بشوي قابل والدي الله يرحمه وقال له سيدنا عايز ابونا عشان كذا، فيجي يقابلني عشان نكلم سيدنا عشان سيدنا عايزه. فرحت لقيت الانبا بشوي والانبا كولا، ولقيت ابونا انجيلوس بتاع انبا تاكل. كان ابونا انجيلوس طالبينه عشان يسافر سياتل، وانا كانوا طالبينه عشان اسافر اوروبا. فالانبا بشوي قال لي انه ابونا بشوي كامل الله ينيح روحه كان هو اللي ابتدى خدمه المهجر، ولو ما كانش ابونا بشوي سافر كان يمكن النهارده الاقباط كانوا ضاعوا في امريكا، ما كانش يبقى لهم يعني وجود، وكنيسه في المهجر كانت تبقى. وسيدنا البابا عايز كذا كذا. قلت له سيدنا يؤمر. فقال لي يعني فكر. قلت له افكر بعد ما سيدنا قال. انا ما تعودتش افكر وراجع كلام سيدنا يعني. فقال لي يعني مبلغ سيدنا ان انت موافق؟ قلت له اه. ده اللي حصل يعني. قدسك قعدت هناك تقريبا في اوضه حوالي اربع سنين. خمس سنين. خمس سنين. قعدت خمس سنين. قدسك مين اللي سلم قدسك؟ ابونا صمويل. صمويل لما بشوف. ابونا صمويل لما بشوف. تفتكر يوم الرسامة يوم استلام الذبيحة ابونا؟ يوم 23 يناير. 23 ديسمبر. 23 ديسمبر. 23 ديسمبر عيد النصر. طب قدسك ابونا لما رجعت بعد ال 40 يوم ودخلت الكنيسة وشفت الاستقبال الرهيب ده، يمكن كانت أول مرة الكنيسة تتملى بالعدد دوت يا ابونا. إحساسك كان إيه يا ابونا؟
هو ما كانش يعرف بيعمل زي التايه يا عمي صدقني الواحد بيعمل زي التايه لا احنا نحسها يا انا فاكر قدسك في العظه قلت حاجه يمكن قدسك تفتكرها لوحدك فكرني لا مش هفكرك قدسك تفتكرها كنا بنتكلم على ايوه على صديق العريس ايوه بس. وكان الانجيل طب ابونا نقول له قدسك حاجه ثانيه حته السفر لما البابا بلغك بيها كنت عارف قبلها بمده لا ولا فجاه هو الانبا بشوي قابل والدي الله يرحمه وقال له سيدنا عايز ابونا عشان كذا فيجي يقابلني عشان نكلم سيدنا عشان سيدنا عايزه فرحت لقيت الانبا بشوي والانبا كولا ولقيت ابونا انجيلوس بتاع انبا تاكل كان ابونا انجيلوس طالبينه عشان يسافر سياتل وانا كانوا طالبينه عشان اسافر فالانبا بشوي قال لي انه ابونا بشوي كامل الله يريح روحه كان هو اللي ابتدى خدمه المهجر ولو ما كانش ابونا بشوي سافر كان يمكن النهارده الاقباط كانوا ضاعوا في امريكا ما كانش يبقى لهم يعني وجود وكنيسه في المهجر كانت تبقى وسيدنا البابا عايز كذا كذا قلت له سيدنا يؤمر فقال لي يعني فكر فقلت له افكر بعد ما سيدنا قال انا ما تعودتش افكر وراجع كلام سيدنا يعني فقال لي يعني مبلغ سيدنا ان انت مؤدب قلت له في الفتره دي اتصل بيا الافضل اللي حصل يعني. وقال لي انا كلمت سيدنا عشان اخدك ويا في افريقيا فسافرت افريقيا رحت زيمبابوي ورحت كينيا وبعد ما خلصت كينيا سيدنا قال لي اوديك انجلترا سيدنا سعيد بقى يا جدع مواضيع يا ابونا ففي المره دي قلت له حاضر يا سيدنا تحت امرك ففعلا سافرت انجلترا قعدت في مانشستر 6 شهور وبعدين طلب مني بقى ان انا اجي تاني فانكوفر يعني بس رحت فانكوفر خدمت في افريقيا يعني يا ابونا خدمت احكينا حبه كده عن افريقيا شويه خدمت سنتين لا انا اقول لكم حاجه حلوه قوي تملي انا بقولها يعني الحياه فيها طالع ونازل عمر ما بتكون الحياه مستدي مش كده وممكن الاخوات يختلفوا ولا ما بيختلفوش الاخوات بيختلفوا دي طبيعه الحياه مش هيفضل باستمرار الاتفاق والحب على ليفل واحد لازم يكون طالع نازل لان دي يعني this is life اللي انا تملي بقوله ويعني لو نفكر فيها هنلاقيه مظبوط انه الخلافات اللي بتحصل بين اي اتنين واخد بالك بيكون الطرفين فيهم واحد عايز يكسب عشان التاني يخسر واخد بالك يعني نقدر نقول ان المعادله win to lose انا بكسب وانت بتخسر انا بتخانق معاك او بختلف وياك عشان انا اطلع صح وانا كسبان وانت غلط وانت خسران واخد بالك على كل المستويات الا في سر الزيجة خلافاتنا لازم تكون not when to lose it should be when to win واخد بالك لانه ايه قيمة انه انا اعيش مع واحدة انا كسبان وهي غلطانة ومذلولة ومهزومة يعني ما هياش انتصار ليك ولا هي مكسب ليك ان مراتك تكون ذليلة ومهزومة فاهم قصدي ايه؟ ممكن انا اختلف مع مراتي واخد بالك لكن في النهاية لازم احنا الاثنين نكون كسبانين يعني انا بختلف معاها عشان اقنعها بوجهة نظري وتكون هي سعيدة ومبسوطة واخد بالك ازاي؟ واحنا الاثنين انتصرنا على نقطة خلاف ومشينا وين تو وين نوت وين تو لوز مصرتي وبالعكس وبالعكس ايه قيمة ان يوستينا تبقى منتصرة وانت مهزوم مين فين الست اللي تحب انها تعيش مع راجل سوري يعني دلدول واخد على دماغه مراخيره في الارض مين تحب كده هي تحب ان جوزها ده يبقى فوق فهي حتى لو اختلفت معاك تحب ان انت تبقى راسك مرفوعة ولا لا؟ خلصنا ابو شلن يا عم ابو باريسة بقى
هو كان ابونا شيء تسوني وهو صغير ولا طول عمره كده؟ وبعدين بقى لازمتها بقى الاسئله دي؟ انا عموم نسيت مش فاكره. ده اكيد جهاد رومانسي. ما مش معقول. ايه الموقف يا ابونا؟ احنا طلعنا الترنيمه بنقول ابونا بسنتي يا ابها يا محل بقنا. لا يا ابونا بسنتي يا حبيبنا يا محل بقنا. كل واحد حسب تحليله البق بيحط سكر في الورقه اليومين دول. من ساعتها انا بقى احط سكر كتير. ابونا كان عندنا واحد قربني في الكنيسه فجي واحد صاحبه عشان يعمل معاه الحمل، ما عندناش احسن كنيسه فكانوا بيقفوا في البيت. فهو بيعمل الحمل فقال اعمل ايه؟ اعمل قربانه بالبتاع دوت بالبسطرمه على اساس ناكلوها في الاخر مع بعضين، فقربانه الحمل إيه نفسها صدقني بقى فعلا عمل كده؟ دي اللي حصل فعلا هنا في برجلس؟ في لا في لا عندنا في امريكا هناك في بايون. فابونا هو بيصلي بيختار الحمل، الواد اللي عمل اللي فيها البسطرمه نساه. خدت بقى الواتساب؟ نساها خالص. فهو عمل حوالي 7 قربانات. ابونا هو بيصلي يعني شوف اراده ربنا واختار حمل غيره، بس هو بيوزع البركه على الناس. هو بيوزع البركه على الناس. ايه ده؟ صدقني مصدر مصر. ابونا دي نكته صدقني ما انا بنط. واللي عمل الموضوع دوت يعني اخو واحد في اللجنه، اخو مرات واحد في اللجنه بتاعت الكنيسه. فابونا بيبقى قال ايه ده؟ بسطرمه؟ واحنا بقى ادينا ابونا قربان بالبسطرمه. يا ريت تشوف الموضوع ده. طب نجربها هنا كلنا نشوف طعمها. وانا كنت بنفخله مع ابونا يوسف طلب مني اعمل قربان للحمل يصلي قداس. فعملت قربان الحمل قد كده هو سبتها تخمر وبعدين دخلتها الفرن على نار هاديه طلعت كده. كان الصبح ابونا صاحي الصبح بقى 5 قربان اصغر قربانه كده ما لقاش لفافه يعني قال لي هصلي هصلي. مسك المجد واكراما وصف منك الله يا وحيد. بس كانت هي ابونا وقسمه تك قسمه تك تسمع التك ما هو مش ضحكنا كلنا في القداس بس تعمل ايه بس يا ابونا كده يا ابونا طلعت حمل حمل يلا 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 بينا سلام.